السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما اتفقنا قبل ما نبدأ الفيديو، ما ننساش نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده ان شاء الله جيت بقى اصور لكم روتين عند الفراخ بتاعتي واوريكم وصلت لحد فين. طبعا بسبب ظروف تعبي ما عرفتش اتابع معاكم دورة الفراخ كلها، وكنت نقلت الفراخ عند والدتي. فانا دلوقتي الفراخ خلاص عمر 44 يوم، المفروض الدورة بتنتهي على عمر 45 يوم. بس انا ما شاء الله شايفين شكلها والاوزان، هنشوفها مع بعض. كملوا معايا الفيديو، وصلتوا لحد هنا متنسوش تحطوا لي لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد. انا دلوقتي مكملة الدورة. لما قلت لكم انا هخلط هغير من تركيز 23 ل 21، انا غيرت. دلوقتي هم عمر 44 يوم، المفروض ان هم بتذبحوا على 45 يوم، بس احنا مش بنعمل كده بصراحة. احنا بنيجي قبل الذبح باسبوع بنبدأ نخلط. نخلط ازاي؟ بنحط علف على تشيشة على عيش زي ما انتوا شايفين، طبعا بنسب متساوية. يعني العلف بحطه 3 كيلو مثلا، بحط عليها كيلو ونص عيش وكيلو ونص دشيشة، تمام. ولو عندك كسر فول حط كسر فول ما يضرش. انا هوريكم دلوقتي هعمل ازاي. هحط مثلا اهو، ادي علبة عليقة او علف، ادي واحد، ادي اتنين، هحط قصادها واحدة تشيشة وواحدة علف. طبعا ليه بنعمل الحركة دي؟ المفروض ان احنا في اخر 15 يوم، اخر 10 ايام بنحط علف ناهي اللي هو تركيز 19%. لا، احنا بنقلل نسبة البروتين في العلف. منين بقى؟ من ان احنا نخلط، نحط عيش مع تشيشة مع التركيز اللي هو 21%، فالتركيز بينزل معايا شوية، يبدأ الفرخ يحول معايا. بس احنا بنغير له مرعى عشان طعم الفرخ يبقى حلو، يختلف معايا عن طعم فرخ المزرعة. فاحنا متعودين على كده هنا على طول، انا وماما وحماتي في اي تربية في الفراخ البيضة لازم في اخر الدورة ما بنسيبهاش تاكل علف لحد اخر الدورة، بنغير الاسبوع اللي قبل الذبح عشان يبقى طعمها جميل وتبقى ناشفه وجميله كده، ما تبقاش طريه، ما تبقاش عامله زي بتاعه المزرعه الطعم اللي انتوا عارفينه دوت. لحمتها تبقى ناشفه، ما تبقاش فيها اي طعم زفاره، بصراحه بتبقى تحفه. جربوا كده تغيروا لفراخكم كده المرعى ديت. تغيير المرعى يعني الفرخ ما يتنيش ياكل معايا عليه لاخر الدوره، تمام. زي ما انتوا شفتوا انا خلطت اهوت، وهوريكم برضو الموازين معايا. حطيت الدشيشه، شايفين ما شاء الله بيطوا، حطيت لهم الميه، كنا منضفين لهم وحاطين لهم ردش تحتهم نضيف وناشف ومنضفين لهم. وكمان اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انا الفراخ بتاعتي الاوزان الوحيده اللي ضعيفه عندي فرختين اتنين برابر، كان جالهم اسهال، ده اللي خلاهم ضعف، لان انا ما شاء الله الاوزان عندي تبارك الله زي الفل. هتشوفوها معايا والله العظيم، انا وزنت الفراخ انا ورودي، الفراخ طلعت عنا وهتشوفوا دلوقتي في الفيديو علشان نوزنها دخنا قد ايه. فانتوا يعني بالله عليكم ما تستخسروش فينا اللايك بقى، واللي ما اشتركش يشترك في القناه. طبعا حطينا لهم الميه وعلفناهم مع بعض، وكمان اللهم صل على النبي. هنشوف بقى الموازين برضو مع بعض، فكملوا معايا الفيديو. والله كان نفسي اكمل معاكم الدوره كلها بالوصفات الطبيعيه زي ما انا قلت لكم، بس الظروف بقى تعبي زي ما قلت لكم منعتني من ان انا نفسي اعرف اكمل تربيه الفراخ. فانا ايه، جبتها عند والدتي وهم كانوا بياكلوها لي وبنفس الطريقه اللي انا ماشيه بيها زي ما اتفقنا. فبقيت المكونات اللي انا مرتها لكم في الشكاير دي هقلبها كلها اهو، ماليه طشت كبيره اهو، وهعبيها بقى في الشكاره ديت، وكل يوم هعلف منها تخلص. وانا لسه عايز اسيب الفراخ عادي، طول ما انا بتجيب وزن معايا عادي بسيبها. بصراحه انا ما برتبطش بميعاد الدوره اللي هي 45 يوم، انا ممكن اسيبها 50 يوم، ممكن اسيبها 60 يوم. انا الدوره اللي فاتت بس كانت في الشتاء سبتها 60 يوم، وكانت مديه معايا اوزان اللهم صل على النبي ما شاء الله، كانت مديه معايا اوزان حلو خالص. طبعا فرخ الشتاء غير فرخ الصيف، فراخ الشتاء بترمي اوزان لان الفرخ بياكل اكتر من ما بيشرب، انما في الصيف الفرخ بياكلش الا بالليل، وبالنهار يا دوب تلاقيه ياكل بسيط وعلى طول يشرب ميه. فانتوا يعني ايه، الركعة على برضو نوع الكتكوت، والجو برضو عامل مساعد طبعا في زيادة الوزن. فيلا بقى بينا بقى، انا جبت الميزانة هي العادية، الميزانة دي هي اللي موجودة عند ماما والكفات، وهنوزن مع بعض. دي الاتنين وده الكيلو وده النص وده الربع، التمن كيلو ملقيتوش، فهنعاير كده مع بعض ونشوف، وشوف قد ايه الفراخ ده واخدنا. شايفين الكتكوت اللي هناك دوت جاله اسهال مكبرش،
فضل الكتكوت زي ما هو فعادي يعني، ده هنعتبره مش موجود. انا ما حصلش اي خسائر الحمد لله، ما فيش حاجه ماتت، ما فيش اي ايه نافق خالص الحمد لله يعني، كلهم تمام. هنبدا بقى نوزن ما شاء الله، ده اكبر ديك هنحط بقى، هو يقعد ينط من هنا كل شويه، رودي كانت يعني كل شويه تمسك الحاجه بهدلتها بصراحه. ده حطيت الاتنين كيلو وحطيت الكيلو، دول 3 كيلو كده، هو طب 3 كيلو بالظبط، لو على الجرامات هيبقى معدي كمان ال 3 كيلو. هحطه لكم برده تاني عشان نتاكد مع بعض من الميزان. جبناه مع بعض تاني، هو كده ما شاء الله، ده الديك الكبير 3 كيلو. طبعا انا دلوقتي الموازين بتاعتي دي قبل ما هذبح باسبوع او اكتر يعني، انا ما بذبحش فراخي كلها مره واحده، انا باخد اللي وزنه تقيل والصغير بسيبه ايه يحصل الايه الكبير اللي انا ذبحته كده. ده بقول لكم ده كده ما شاء الله تبارك الله 3 كيلو. هنشيل ده بقى ايه، رودي حذفته في الارض، قلت لها لا اللي يتوزن شيليه في البياته عشان ما يتوهش تاني في الفراخ، شلناه اهو في البياته وهنجيب غيره نوزن. هنوزن كده ما شاء الله الاوزان الكبيره الاول كده واحده واحده، ده برضو ديك إيه بس اصغر من التاني بقى، هنحط بس نشوف هيطلع قد ايه كده ان شاء الله. خليكم معايا كده، حط بقى الاتنين كيلو وهحط الكيلو، طبعا انا لقيته مش هينفع مش طابق 3 كيلو، هشيل بقى الكيلو واحط النص وهنجيبه تاني ما تقلقوش، والله يدوخونا بجد. ادي ده 2 كيلو ونص، تمام 2 كيلو ونص بالظبط. هي رودي خايفه تسيبه اللي هو ينط، حطيت ان هو يبقى 3 الا ربع، لا ما جاش برده 3 الا ربع بصراحه يعني، فانا هشيل الموازين ديت وهحط نص كيلو، وبقوا كده كام؟ كده 2 ونص اهو، هو كده 2 ونص اهو، هينط برده تاني ما شاء الله، اما مصحصحين ومفرفشين فيعني ايه دوخونا ودوخونا يعني. برده ده نط اهوت هنجيبه تاني يعني ما شاء الله. وزننا الديوك الاول بعدين وزننا البربر، ده 2 كيلو هنحط الربع، هلاقي لسه ما شاء الله تبارك الله، هتشيل بقى الربع ونحط النص، هو بالظبط 2 ونص اهو تمام. متنسوش بقى تحطوا لنا اللايك وتقولوا لنا تجربتكم بقى في تربيه الفراخ وايه رايكم إيه، وانا اتفقت معاكم ان انا ما بربيش باي ادويه ولا باي حاجات، وكلها بالخلطات الطبيعيه. حتى انا في اخر الدوره اهو زي ما انتم شايفين حطيت دشيش وحطيت عيش وحطيت علف، يعني مش علف لاخر الدوره لا، مش معنى ان هي فراخ بيضه يبقى بس علف لا، بخلط لها وعادي جدا زي الفراخ البلدي تنشف معايا وتبقى جميله. دي بربره اهيت إيه، فيعني مش العلف لحد اخر الدور يبقى انت اختلفت ايه عن المزرعه، لا انا عايزه فراخ طعمها حلو عشان دي تربيه بيتي ودي لولادي، فانا عايزه حاجه نظيفه، لان انا مجربه كذا مره اللي بتكمليها الاخر بعلف غير طعم اللي انا بحط فيها نسبه دشيش ونسبه تعيش، وساعات بحط كسر فول والله كمان. دي كده 2 ونص، دي بربره اللهم صل على النبي 2 كيلو ونص، ما نشوفه دي كام بقى، دي 2 وربع وطبه كمان يعني محتاجه ايه، دي 2 وربع ممكن تكون 2 وربع وتمن كمان يعني، انا لو على الميزان الحساس هتلاقوا في فرق جامد كمان جرامات كتير. دي 2 وربع برده اهي والله يا رودي، بصوا جابت اخرها منهم، فيعني ما تستخسرش اللايك بقى عشان رودي بنتي ايه تعبت والله معايا بجد في الفيديو ده. دي طبة برضو خالص، بس انا هنحط النص كيلو ونشوف هتيجي نص كيلو ولا لا، هي بالظبط كيلو ونص بالظبط اهي زي ما انتم شايفين على الحساس هتطلع 2 ونص، هي 2 ونص ما شاء الله يعني، ما شاء الله وزن الديك في ديك من اللي احنا وزناه 2 ونص، ودي ما شاء الله 2 ونص زيه. ولسه كمان وقت الذبح ان شاء الله لما نيجي نذبح، قبل ما اذبح هوريكم كمان وانا ذبحه الوزن قد ايه، لو سيبت على كده ماشي. انا الحمد لله ديت 2 ونص الا تمن، لان انا حطيت الربع طبيب جامد فكده يبقى 2 ونص الا تمن. هنشوف بقى البربره دي 2 كيلو، اصغر واحده فيهم اهي 2 كيلو، اصغر واحده في الكبار يعني. الوزن الضعيف بقى هجيبه برده وهوريه لكم، يعني انا النتيجه بتاعتهم والله مرضيه جدا بالنسبه للحر اللي احنا فيه. ده ديك اهوت بس ديك بقى ايه صغير شويه، ده 2 كيلو لسه هيجي طول ما بياكل هيجي كل يعني. انا اللي كان 3 كيلو اول الفيديو ده كان من يومين اتنين بالظبط 3 الا ربع، كنت مجربه ووزنه فيعني ايه
دي 2 الا ربع، دي الاوزان اللي هي ضعيفة بقى، 2 2 الا ربع كويسة جدا. دول كانوا 3 فراخ بربرتين والكتكوت اللي شفتوه، كان جالهم دور اسهال بصراحة، وكويس ان هم ماتوش يعني. اللي هي 2 الا ربع والكيلو ونص دي، والكتكوت الصغير يعني برضو الكيلو ونص دي لسه هتيجي، يعني هتحصل 2 كيلو في اخر حاجة. اما جت بح يبقى حلو قوي كده، يبقى اصغر وزن عندي 2 كيلو واكبر وزن 3 كيلو، يبقى كده عسل. يعني اللي هي 3 كيلو دي لسه هتيجي كمان، لان انا لسه زي ما قلتلكو انا مش هدبح دلوقتي، انا هسيبهم اسبوع كمان ياكلوا. هم دلوقتي عمر 44 يوم، وهسيبهم اسبوع 7 ايام، يعني هيبقى ايه 51 يوم 52 يوم، إيه حسب، انا بصبر عليهم. ماشي، انت ليك الحريه بقى، عايزه تذبحيهم في اخر الدوره على عمر 45 يوم هتذبحيهم، بس ال5 ايام اللي قبل اللي بعد ال40 يوم دول تغيروا لهم مرعى زي ما احنا غيرنا للدشيش والعيش والعلف، عشان خاطر تاخدي احلى احلى طعم فراخ بامانه بامانه بامانه، بتبقى تحفه. فبالله عليكم بقى ما تستخسروش فينا اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.